مش بس الحقيقه يعني الفرقه التونسيه او الكره التونسيه انت لو جبت كده كشف حساب للاهلي المصري في كل ملاعب القاره الافريقيه هتلاقي كفه الاهلي بالتاكيد هي الارجح بس يعني احنا القاعده الاساسيه عندنا ان كره القدم ما بتعترفش لا بالتاريخ ولا بالارقام وان كل مباراه ليها ظروفها وزي ما المباراه دي صعبه علينا عشان بتتلعب في اول انطلاقه او اول مباراه رسميه في بدايه الموسم واول مباراه لمستر مارسيل كولر اللي بيكتشف بيها مش بس الكره في مصر لكن كمان الكره الافريقيه مباراه خارج الارض جمهور يعني جمهور من هيكون حاضر بالتاكيد بقوه لكن زي ما هي صعبه علينا هي بالتاكيد كمان صعب عليهم وتعالوا نفرد ورقنا كده ونتكلم في سيناريو مباراه بكره ليه صعب علينا وليه صعب عليهم وازاي ممكن الاهلي يتجاوز الصعوبات اللي هتواجهه في ملعب اتحاد المنستيري بكره ان شاء الله في اول مشوار في بطوله افريقيا مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن مجدي طلبة بيشرفنا النهارده في السادسه مساء بس الخير يا كابتن مجدي اهلا بيك وحشنا كتير جدا جدا جدا, جداً ونستمتع بيك دايما وبين وخليني قبل بس ما اتكلم على ماتش بكره ازاي شايف يعني تقييمك لفتره الفتره اللي تولى فيها مستر مارسيل كولر المسؤوليه شايف ساعات الاهلي عموما للموسم الجديد مش بس الماتش بكره ازاي شايف صفقات الاهلي اللي دعمت بيها اداره النادي الاهلي صفوفه ازاي ودورها ايه في بدايه المشوار بكره ان شاء الله طيب دي اسئله كتير الاول ف... تقييم عام للمرحله كده كابتن ماجد طيب مبدئيا مستر مارسيل كولر مش هنقدر نتكلم على اي حاجه من النواحي الفنيه أيوه. لإن إحنا لسه ما أو ما شفناش، إنما التصريحات اللي كان اللي بتخرج وتصدر عنه كلها تصريحات تنم عن راجل عنده قدرات عالية أي. وقدرات ذهنية وفنية كبيرة جدا، خاصة في تعامله في الـ في الـ أو طريقة طرحه للاختيار ومواصفات اللي عاوزها في البوزيشنز أو في اللعيبة اللي في المراكز المعينة اللي بيبقى عاوزها يعني لما يتكلم على راس حربه عاوز راس حربه مهاجم يكون سريع جدا مش ويكون اخر تل... اخر سنتين بدون اصابات عنيفه ومشاركات كبيره وبنسب تهديف مقبوله دي بتوريك راجل بيفكر من واسع ما عندوش حدود ضيقه لانه لان المواصفات اللي بتتقال دي دي هتوسع للي للي بيخوض المجال مش بيزنقوا ويحصروا في في اسماء معينه وده شيء اعتقد ينم عن انه راجل عنده خبرات جيده جدا زائد عنده ثقه في النفس بشكل كبير جدا لما يجي يقول لك انه مش بالضروره يكون جايب اهداف بنسب عاليه قوي انما نسب مقبوله ده دليل على انه عنده عنده ثقه في قدراته هو ككوتش انه هيطور منه في م. طريقه شغله او في بالنسبه لطريقه اللعب بتاعته او في تطوير القدرات اللعيبه العموم يعني هل تعتقد ان الفتره اللي فاتت دي اللي تخللها ثلاث ماتشات ومباريات وديه كافيه لانه الهيد كوتش يقدر يقرا امكانيات اللعيبه يعرف ازاي يوظفهم يعرف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف يعني يمسك القماشه اللي معاه يقدر يبقى مالك ادواته بشكل كامل ولا تحتاج وقت ويحتاج مشاركه في ماتشات رسميه قطعا لسه قطعا لسه انما لس. هو هياخد بياخد صوره او ياخد بياخد ايكونه كده عامه انه التيم بتاعنا ده مثلا بيتميز بالنواحي المهريه مم. آه عنده هيحط ايده على بعض نقاط الضعف اللي هي مثلا آه النواحي البدنيه عندنا مش مش مظبوطه، هو اتكلم فيها. أي. آه دي الصور العامه اللي يقدر يبص لها، انما القدرات بتاعة اللعيبه هتظهر له آه اسبوع بعد اسبوع، يعني م. ممكن يكون شايف النهارده مجدي يلعب في الحته البوزيشن ده ومع الوقت يشوف ان مجدي لا يقدر يلعب في الثاني فدي دي اكيد بتاخد وقت انما ثلاث ماتشات او فترة العموم اللي هي الشهر دي غير كافيه انما هتدي له زي ما قلت لك صوره عامه بان التيم اللي معايا طبعا هو اكيد عارف مين النادي الاهلي قبل ما يجي انما دي هتدي له صوره عامه بقى للوضع العام بتاع التيم اللي هو شغال فيه من من زي ما قلت لك بوضع ايده على النقط نقاط الضعف اللي اللي موجوده اللي لازم يقويها واعتقد ان هو بدا يتكلم فيها وانا عندي بعض المعلومات ان هو اتكلم مع الناس على على الايه التحديد ده عايزه مش كل حاجه هتتقال في الميديا ايوه و... يعني كمان انه يعني من حسن حظنا انه الموسم ده متقسم بالشكل ده، احنا يعني مفترض انه بالمناسبه هو بكره هتكون برضو قرعه الدوري قرعه مفتوحه مش موجهه ومفترض انه بعدها باربع او خمس ايام هيتم الاعلان عن جدول الدوري لكن اقصد اقول انه من هنا لغايه الميركاتو الشتوي من هنا لغايه يناير فتره قليله هيكون فيها بطوله كاس العالم فالمسابقات في معظم انحاء العالم ممكن هتكمل عندنا في 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 توقع او اقتراح انه الدوري يكمل عندنا يتلعب فيه ثلاث ماتشات اثناء فتره الكاس العالم بس معظم البطولات في العالم هتبقى واقفه في التوقيت بالزبط. ده فبالتالي هيبقى عندك فتره قليله جدا بس لغايه يناير عشان تبتدي واحد يكون هو قرا اللعيبه بشكل كبير واعتقد دي هتكون فتره كافيه، اتنين تقدر تحدد احتياجاتك، ثلاثه هيبقى التوقيت مناسب لانه انتقالات على العالم كله هو تعمل هو ده. قال كده أوه. هو نفسه قال كده ايوه الكلام ده قال لك ان احنا مش محتاجين ان احنا نستعجل او نتعجل في ان احنا نختار دلوقتي في خلال الايام القليله اللي باقيه حد عشان نجيبه يشتغل مش بالضروره خالص ما نعملش هيدك لنفسينا وندور براحتنا على على اساس على يناير نكون جبنا اللي احنا عاوزينه بالضبط ده دليل على انه مبدئيا راضي بال, 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 بال بالتيم كتيم مبدئيا راضي بالقصه اللي موجود فيها كلها عنده ساتسفاكشن باللي شايفه عنده تفاؤل بالفتره اللي جايه والسويسريين عموما زي الساعة اكيد <applause> منظمين يعني. منظمين أي. ومن لا من الشعوب كمان المتفائلة جدا أي. يعني لما تيجي تتكلم مع اي حد انا لي اصحابي يعني اعرفهم يعني في عز الصعوبات ما تلاقيش ما تلاقيهوش بيشتكي آه. عنده عنده دايما تفاؤل انه في حلول وانه في يقدر عشان عنده دايما دايما عشان عنده دايما فكره الشغل لا هو كمان يعني كان ملفت بالنسبه لي وانا بتابع يعني الترشيحات او المفاوضات مع مارسيل كولر انت عارف حاجة سويسرا مش مش دوله من 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 الدول الكبيره في اوروبا في كره القدم فكان بالنسبه لي ملفت جدا انه مدرب سويسري يطلع يشتغل في المانيا يلعب في البونزليجا يدرب فرقتين في البونزليجا وبعد كده يروح يدرب منتخب النمسا ويلعب بطوله تشامبيونز ليج ويلعب بطوله ويصل المنتخب النمسا اليورو فانه ده يحصل من مدرب سويسري ده معناه ان احنا قدام يعني كفاءه قدام قدرات برضو محترمه جدا السويسريين ك ك ك ككوره اه كتيم كتيمز يعني ما عندهمش حاجات كبيره في الكوره انما مشهورين بحاجتين بيخرجوهم من السنين الاخيره الحكام والمدربين مم. عندهم عندهم مدرسه تدريبيه جيده طبعًا. لانهم فايلر كان كان معظم اللي هتلاقيهم مدربين سويسريين هتلاقيهم كانوا شغلهم في المانيا لان هم قريبين جدا من ألمانيا. المانيا ففي منهم كتير لعب في المانيا فهم دول اللي لما بيكملوا في الكوره بيختاروا التدريب وبيشتغلوا بيبقوا حاجه كويسه وعلامه كويسه يعني اوتمار هيتسفيلد رمز التدريب في, في 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 المانيا كان معظم شغله في في, سويسرا ف المدرسه السويسريه كانت تدريب لا لانها قريبه جدا من المدرسه الالمانيه بتعتمد على الانضباط والاداء الجماعي التكتيكي المنضبط احنا احنا لسه خليني اجاوبك شويه على الناحيه المعنويه يا كابتن مجدي لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم الموسم لسه ما ابتديناش ما ابتديناش فيه ورغم كده الفتره اللي فاتت اسم النادي الاهلي ارتبط في تفاصيل كثيره جدا، وبعضها للاسف تفاصيل صغيره جدا بحاله توتر بكم كبير جدا من الاشاعات، مرتبط بالصفقات، مرتبط بعد الرعايه، مرتبط بدور مجلس الاداره في الميركاتو او في سوق الانتقالات. فرقه الكوره، لعيبه الكوره بتبقى الحاجات دي وصلها ومأثرة ولا جوه النادي الاهلي قصة غير ويبقى فيه انفصال تام وخصوصا ان احنا بدايه المشوار يعني برده صعب يعني احنا مش مش, مش هنبتدي بكره ماتش في الدوري احنا هنبتدي بكره في دوري ابطال ويا اما تكمل يا اما تخرج بره بص آه الحاجات دي ممكن كان زمان نقول انها شويه يوصلوا او لا او ما توصلش او, أو اللعيبه المتنفذه الكبار هم اللي بيبقوا عارفين الكواليس وبقيه اللعيبه ما يعرفوش انما في العصر اللي احنا عايشين فيه ده كل الناس عارفه كل حاجه م. السوشيال ميديا ما بتسيبش حاجه لحد ما يعرفهاش انما هنا دور واستراتيجيه النادي الاهلي وعقيده النادي الاهلي في الشغل وتاريخ و و و و النادي الاهلي في الشغل هنا مدير دور مدير الكوره دايما كابتن سيد اكيد آه كابتن سيد قايم بدور مهم جدا جدا في السنين الاخيره خبراته ما شاء الله بقت خبرات راجل كهل في أوه. سنه الشباب الصغير ما شاء الله فيقدر امتى يظبط ويضبط الايقاع بتاع اللعيبه ويقدر امتى يستغل ده استغلال ايجابي م. لان اللي اللي انت شايفه ده كله السلب اللي انت شايفه ده كله بيتحول لايجابي بطريقه ما بطريقه ما لدوافع بالظبط كده بالظبط كده وكنت انا قلت لك قبل كده الكلام دوت ان في, في... في ايامنا احنا كانت الميديا بتكتب علينا ان احنا كذا 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 كلام سلبي جدا وان التيم الثاني بيلعب بروح بروح الفانيله النادي الاهلي الحمراء أه. وهكذا فجي كابتن ثابت قعد معانا وراح مورينا الكلام ده كله فضلوا الكلام اللي بيتقال واللي عايز يرد يرد مم. يرد في الملعب طبعا طبعا أه. واللي مش هيقدر يرد يبقى يبقى براحته ويبقى المكان بتاعنا مش ما يسعهوش مم. فدي بتبقى بتبقى نقط يقدر كويس جدا المدير الكرة يقدر يستغلها استغلال ايجابي بالاضافه لان الموسم ده يا احمد هيبقى موسم بدايه المواسم العاصفه القادمه. امم دي وجهه متوقع ان المواسم اللي جايه بعد كده عاصفه؟ اه من, من آه. ناحيه ايه؟ يعني من, من كل جاي من النواحي من ليه بقى؟ لاني اولا المنافسه احتدت جدا اخر سنتين مم. ما كانتش قبل زي السنين اللي قبلهم. أيوة. دي نمره واحد نمره اثنين عدد الاتيام احنا 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 عايشين في الجو ده من ساعه بيراميدز من ساعه دخول بيراميدز ما ننساش ده اه السنت السنتين الاخرانيتين اه تيم نادي الزمالك اه تفوق ووصل لمستويات ما كانش ما كانتش موجوده الفترات اللي قبل كده نمره ثلاثه اه انت شايف معلش تسمح لي اقف معاك في النقطه دي لو اتكلمنا على اخر موسمين تحديدا محليه لانه احنا الحقيقه في الموس... في نفس المواسم دي آ... عالميا يعني تالقنا وتوهجنا حتى بما فيهم الموسم الاخير ده احنا نص السيزون الاولاني ما كانش في حد بيقف قدام النادي الاهلي بالظبط مظبوط هل شايف انه ال... 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 نهايه الموسم او الجزء الثاني من الموسم كان في... في ظل ظروف طبيعيه يعني اللي حصل ده نتيجه فعلا تراجع مستوانا وتطور مستوى المنافسين ولا كان في عوامل ثانيه برضه ادت للنتيجه دي يا كابتن؟ في عوامل ثانيه في عوامل في عوامل ثانيه بس لو التيم الثاني المنافس مش مش متطور واحنا ما كناش تراجعنا ما كانش هيحصل النتايج دي إن انما هم استغلوها لانهم اتطوروا لان قبل كده المواقف دي حصلت وما عرفوش يستغلوا المواقف تمام وكنا احنا اللي بنكسب متوقع المنافسه السنه اللي جايه تبقى اصعب من الموسم ده هتبقى اصعب لان دخول فرق آه آه، بيراميدز السنه دي غير بيراميدز السنين اللي قبل كده آه، فيوتشر دخول في تيم زي فيوتشر بتتكلم بيسفر. بيسفر. على انه الماتشات صعوبتها هتبقى درجتها اعلى طبعا ولا بتتكلم على منافسه المنافسه على اللقب يا كابتن يعني ما بتقول بيراميدز او بتقول فيوتشر م. شايف الانديه دي تقدر تنافس على اللقب دي مفتاح دي المنافسة الشديدة هي مفتاح المنافسة على اللقب، مم. لأن أنت 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 نتي... مين اللي خد الدوري السنة اللي فاتت؟ الزمالك الزمالك خد الدوري، نتائجك إيه معاه؟ كسبت مرة وتعديلت مرة يعني أنت خصم منه بونت واحد إيه، 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 أنت أنت كسبان أربعة بونت منه أربعة بونت من... أه وهو بنت واحد وهو واخد مننا بونت مظبوط وهو اللي خد الدوري أي. يبقى إحنا خصمين الدوري من إيه؟ من المنافسات الثانية وحاجات تانية <applause> يعني احنا على فكره بالمناسبه يعني رغم رغم اعترافي يعني ابصم بالعشره كده انه الاهلي السيزون نص الموسم الثاني كان مستواه متراجع جدا عانينا من الاجهاد والاصابات وكورتنا ما كانتش حلوه انا متفق مع في كده بس لما تيجي تبص للارقام وانا بحب دايما لغه الارقام تلاقي انه الاهلي خسر الدوري اعتقد بفارق ست نقاط ست نقاط دول لو كان في 50% عداله تحكيميه في ماتشات الاهلي كنا خدنا احمد الكلام ده بيحصل معانا بقاله كتير اه مش السنه مش السنه مش الموسم اللي فات ده بس لا وحصل قبل كده كتير طيب انا قلت اول الموسم ده انا لا عايز احط في حساباتي التحكيم يعني حتى لو الحكم ده انا عشان كده معلش انا عشان فضل. كده انا عاوز اني انا اشيل من ذهن كل حد في النادي الاهلي وكل حد بيشجع النادي الاهلي وكل حد مرتبط بالنادي الاهلي خاصه اللعيبه طيب. ان مش عايزهم يفكروا في قصه زي دي خالص لا ولا احنا أنا خلص. أنا متفق معاك جدا احنا عايزين إن احنا نعمل شغلنا 100% بس معاك كابتن وهو جدا. ده يبقى تركيزنا لأن احنا لو عملنا ترج... شغلنا بتركيز خلي بالك دي أثرت في... فينا أي. برضو يعني الجو... المرحلة بتاعت ال... الأخطاء التحكيمية اللي حصلت في وسط الم... المباريات أثرت في الأداء بتاع اللعبة نفسها انعكست عن اللعيبه نفسها نتيجة القيل والقال والدوشة وال... 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 والاستمرار في الحديث عنها حصلت مشكلة ك... آه كبيرة ومقرفة وم... ومتعبة و... ومشكلة كبيرة إنما لازم أحطها على جنب مش هي دي اللي تعطلني مش ما أخليش دي تعطلني بالعكس أنا لازم أزود من 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 عزيمتي لازم ازود من اصراري على ان انا لازم ازود من درجات التحدي البدايه مهمه جدا جدا اكيد خليني اخذ مفتاح البدايات منك كابتن مجدي بس ما تسمح لنا نروح لفصل ونرجع نكمل كلام كلكم عارفين اللي مش مش كونتك سهله كما نعرف الناس كل كيف كبيره ياسر عندها جولات باهين ما يهمناش الكلام اللي قاعد يتقال تو اللي هي ما هيش في احسن حالاتها عندها معناها جولات باهين ينجموا يزيدوا يعاونوها تو إن شاء الله بدنا نفرطوا مع لازم نعرفوا باش نتعاملوا مع المباريات هذه سيرتو لا لي هذا في بلادنا ان شاء الله نحاول نخرج بريزيتا بوزيتيف ان شاء الله الضغط هو ديما موجود الضغط في الكوره هذيك هي اللي مستسلم بها علينا وعليهم حاجه عاديه نعيشوا بها الضغط ما تنجمش معناها تلعب في الضغط زايد باش تلعب الكوره شوف حاجه عاديه سي نورمال أعطاني عطانا عطانا برشا نقاط ضاف بعدين ركزوا معناها باش نحاولوا نمسوهم في الحكاية البيكا إن شاء الله منين كما قلت لكم ونحاولوا نلعبوا معناها على الأخر خاطر كان باش تهاجم البرشا برشا باش تخلي لي سباس واللي بظروف زاد هكاك إن شاء الله كل تربية معناها نعديو الأفضل أول حكاية لازموش حتى بونتو ويزمو نحاولوا نركيو إن شاء الله باش نمشيو غادي في أريحية ونترشحوا ده ده يعني ده حسام توقا واحد من اللعيبه الحقيقه مميزه في فريق اتحاد المونستيري ده كلامه على المباراه اللي ما راحش بعيد يعني في حدود طبعا اللي انا قدرت استوعبه من كلامه اه 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 واحطه كمان على كلام داركو نوفيتش اللي عرضناه لحضراتكم في بدايه الحلقه الناس مدركه تماما او كلامهم تركيزهم كله فكره انه اللي هتقدر تعمله مع الاهلي يعمله في تونس لانك هتروح في القاهره بعد كده الدنيا صعبه وداركونوفيتش اتكلم في نفس الجزئيه برضه انه اهم حاجه بيحاول يعملها في ماتش بكره انه يحاول يسجل في مرمى النادي الاهلي لانه مدرك تماما وجرب الراجل ولعب معانا بس لما كان بيقوده وفاق الصيف طبعا في النسخه الاخيره من دوري الابطال فعارف يعني ان يعني الاهلي في القاهره مباراه بتكون في غايه الصعوبه فحسام توقا بيأكد على نفس الفكره انه بكره هيحاولوا ان هم يلعبوا على نقاط الضعف يعني زي ما هو بيتكلم ويحاولوا يعني يكونوا مصدر خطوره على النادي الاهلي ويحاولوا يعملوا افضل نتيجه ممكنه في ملعبهم في تونس قبل طبعا مباراه العوده اللي هتكون يوم السبت الاسبوع اللي جاي مباراة صعبة عليهم برضو لي زي ما هي صعبة على على مارسيل كولر وعلى لاعبتنا لانها بداية موسم يعني قصة بس مش حسابات فنية مش مش قياسات بين قدرات فرقتين وقدرات اجهزة فنية توقيت المباراة فرض صعوبة هو ده اصعب حاجه توقيت المباراه هو اصعب هو اصعب حاجه, حاجة. آه. بس احنا بالنسبه لنا كمان في فكره انك بتلعب بره في تونس الملعب والجمهور وهم بالنسبه لهم ان هما بيلعبوا في 32 مع الاهلي يعني يعني جاي في حظهم عملاق قاره افريقيا في دور 32 فهي كل فريق من الاثنين عنده صعوبات مختلفه شويه عن الفريق الثاني طيب هو تيم النادي الاهلي اللي موجود حاليا السكواد اللي موجود ده كله عنده خبرات جيده جدا في اللعب خارج الارض. ايوه. لانه آه كل اللعيبه تقريبا اللي موجودين ما عدا اللي دخلوا الجداد شادي و, آه و شادي ومصطفى, ومصطفى وبرونو آه يعني سافيو. يعني برونو سافيو راجل بروفيشنال بيلعب في اي حته مش برازيلي بقى آه آه يعني مش فارقة آه. معاه. آه انما هو شادي بس او وميسي هو هو مصطفى ميسي. هما دول اللي هتبقى ما نسبه مشاركته هتبقى ايه في البدايه او من البدايه من عدمه انما بقيت السكواد كله واخد على خوض المباريات خارج ال خارج الأرض لعبت كاس عالم معه ولعبت مع بايرن ميونخ ولعبت مع بالظبط كده أوه. فعنده ما عندهمش حته قلق انه انه يلعب في خارج الـ الـ الديار او خارج مصر انما المشكله هي انه التوقيت بتاع المباراه مباراة في افريقيا في تصفيات الدور التمهيدي نوك اوت فبتبقى هي دي اللي عامله نوع من انواع القلق شويه لانها بتبدا بتبدا بيها السيزون يعني انت ما بداتش مثلا اربع خمس مباريات في الدوري وبعد كده رحت رايح على لاعب او انت زي ما كنا بيحصل قبل كده ما كانش الدوري بتاعنا لسه خلص وبنبدا في في البطوله الافريقيه الجديده فانت بتبقى رجلك لسه في الفيلد انما انت واخد راحه وراحه كبيره ما تنساش ان احنا لعبتنا مدينهم راحه اخر حوالي ست ماتشات سبع ماتشات كانوا محتاجينها كابتن مجدي أكيد, محتاجين اكيد محتاجينها اكيد محتاجينها مليون في الميه انما في الاخر هي راحه بعيده م. عن الماتش اكيد ذهنه دلوقتي اصفى اكيد حركته هتبقى افضل اكيد اشتياقه للملعب افضل لكن مش النقاط النقاط المهمه او النقطه الايجابيه كمان انه الكل عاوز يثبت جدارة الكل فدي نقطه مهمه جدا مم. بالنسبه للتيم بتاعنا الحاجه الثانيه انه هو متعود على انه يلعب مع الفرق دي ولازم يستغل لازم يستغل الـ 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 الرهبه اللي هتبقى موجوده عند لعيبه الاتحاد الاتحاد يقولوا زي ما يقولوا ويتكلموا زي ما يتكلموا وكل حاجه في الملعب الرهبه موجوده لان ده النادي م. الاهلي م. ودي اول تجربه ليهم قدام النادي الاهلي بتبقى مهما اتكلم كويس ومهما كان عنده سيلف كونفدنس او او في رهبه موجوده يعني. لازم لعيبه النادي الاهلي دي تستغلها ان شاء الله. كولر بيفكر في ماتش بكره ازاي؟ هو عارف كويس جدا انه جماهير الاهلي مستنيه تشوف الاهلي تحت قيادته. وعارف انه بيلعب مباراه نوك اوت زي ما حضرتك قلت ما تحتملش او يعني المباريات النوك اوت بشوف انه اي مدير فني بيبقى قلقان من فكره المخاطره او المجازفه أه. يعني دايما بحدود تمام فهل بكره يبقى متحفظ هل بكره يلعب بطريقه انه اامن نفسي بان انا اخرج بافضل نتيجه ممكنه ولا لا انا الاهلي وانا اول ظهور وانا عارف انه الجماهير مستنياني وعايزه تطمن على شكل سكواد انه بكره مش بس دول 32 بكره الاهلي في الموسم الجديد فاغامر العب كره هجوميه العب كره مفتوحه حسابات كولر ممكن تبقى ماشيه ازاي الاوروبيين وخاصه السويسريين الالمان الناس دي المدرسه دي دايما عاقلين دايما بيشتغلوا حسب الوضع اللي موجود هو هنا عارف انه قدامه الوقت عشان يشتغل ويطلع ويظهر شخصيه النادي الاهلي وكل حاجه انما في ماتش في ماتش في بدايه السيزون ونوك اوت لازم ابقى اوير جدا ولازم ابقى اخر طبعا هحاول هي... هيظهر بعض الرتوش اللي حطها على الفرقه دي اكيد هتظهر انما اكيد مش كلها او اكيد مش هو ده الشكل النهائي اللي هيبقى عايز يشتغل بيه او هتبقى هي دي الطريقه طبعا انما انا الاول ابدا اعدي الخطوه الاولانيه وبعد كده في المسابقه بتاعة اللونج ران بتاعنا بقى ابقى نجري براحتنا ونودي براحتنا ونشتغل براحتنا ونودي ونوري الشخصيه بتاعتنا براحتنا انما الهم الاساسي بتاعي دلوقتي اني اخرج من هذه المباراه عشان ادخل في دور المجموعات وابدا اخد نفسي والتيم باي نتيجه وباي شكل ثقه للتيم آه ثقه الجهاز الفني ثقه للجماهير هتبقى خطوة إيجابية للي قادم عشان يقدر يشتغل عليه ويبني عليه وأكيد هيبقى زي ما قلت لك هيبقى في حاجة بتتعمل هو قايلها الرطوش هتبان أيوة الرطوش هتبان أي. يعني ريشته اللي حاططها هتبان هتبان, هتبان. هتبان. أوه. إنما مش بالضرورة تبان الصورة كاملة بالنسبة لواحد زيك يعني مشوار احتراف لعبت أهلي خدت بطولات منتخب مصر تقدر تقرا يعني عارف تماما انه محتاج وقت عشان اشوف شكل الاهلي أنا بصمه أه... أه... مارسيل أه... انت تعرف تقرا أطبعًا. تعرف تقرا ده طبعا ان شاء الله مستني ايه منه؟ يعني انت عشان تقول انه لا احنا ابتدينا بدايه كويسه والراجل ده هراهن عليه جدا مع مستني ايه منه بكره في ماتش بكره؟ انا مستني يبقى في مستني طريقه لعب، مستني تشكيل، مستني, مستني توظيف مستني بعض التوظيف اه توظيف لبعض الاماكن اللي ما كانتش موجوده مع موسيماني زي إيه مستني مستني اشوف انه في ثقه في الاداء الهجومي ما فيش يعني وانت معاك الكوره في تحرر ما فيش قلق وانت معاكش معكش الكوره اكيد في دفاع انما وانت معاك الكوره في تحرر تشتغل بتحرر ما عندكش مشكله خالص في جزء ناس دي ما كانتش موجوده مع مستر موسيماني لا. لا. لا 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 ما كانش في تحرر خالص طبعا أوه. هو وهو ده اللي خلى فيه مش عايز اقول سوء مستوى بس ناس كتيره ما كانوش في مستواهم لفتره طويله م. لفترات طويله عكس ما كانوا قبل كده او في بداياته او كانوا مع فايلر كانت النواحي والطاقات كانت متفجره جدا وكانت باينه جدا النواحي الهجوميه بتاعه سين وصادع مش عايز اسمي اسامي يعني م. كانوا كانوا من نواحي كانت الهجوميه بتاعتهم فعاله اكثر فاعليه واكثر ايجابيه. طب بما انك ذكرت حته الهجوم عايز اخد رايك في خطوتين <applause> هجوميا الاهلي السنه دي بالتاكيد مختلف لسببين. واحد هو اكثر خط في خطوط الاهلي الثلاثه اللي فيه ازدحام في اسماء النجوم اللي موجوده، اسماء اللاعبين اللي موجوده. عندك وفره كبيره جدا. مش حاصله في خط النص ومش حاصله في خط الظهر. ثانيا انه معظم صفقات الاهلي كمان اللي, اللي داخله جديد واللي عايزه تثبت اكيد جداره انا بعتبر كهربا صفقه جديده بعتبر برونو سافيو صفقه جديده طبعا اكيد شادي حسين ومصطفى ميسي فبالتالي في صفقات جديده دخلت على سكواد حجم المنافسه في كل مركز بقى شديد جدا وبالتالي مفترض ان ده جماعيا يصب في مصلحه الاهلي هجوميا اكيد شايف ده ازاي وشايف تاثيره على الاسماء اللي موجوده ازاي طيب وهتختار لي بما ان احنا النهارده سؤال حلقه كمان افضل ثلاثه يقودوا خط هجوم النادي الاهلي بكره اسمع راي انا هسمع رايك في التشكيل كله لانه شايف واحده من الحاجات برضو علامات الاستفهام الكبيره عند مارسيل كولر بس خليه بما انك ذكرت الناحيه الهجوميه نخلص الحته دي يعني هو الناحيه الهجوميه كانت عندنا فيها مشاكل السيزون اللي فات خاصه في الراوند الثاني ال... انا كنت شايف ان مع موسيماني في طول الوقت كان عندنا مشكله في الجناحين في الجناحين اه كان عندنا مشكلة في الجناحين في توظيفهم ولا في إمكانياتهم؟ في اللي موجودين اه في اللي موجودين وطريقة الأداء وطريقة الشغل بتاعت بتاعتنا في الجناحين دي كانت مشكلة وأنا أعتقد إن دي من الحاجات اللي لفتت نظري في كولر إنه حط إيده على القصة دي وإنه اتكلم في القصة دي إن إحنا عندنا مشكلة في الحتة دي والحتة دي عايزين عايزين نطورها وبدليل إنه الطلبات اللي موجودة إن المهاجمين يكون منهم جناحين ايوه عايزين منهم جناحين, جناحين. آه لان شغل الجناح مختلف تماما عن شغل لعيب بتاع وسط الملعب امم يعني آه الجناح بمسمى الجناح أيوة. لان في شغل دلوقتي ما تيجي تكلم اي لعيب بتلعب يا ابني بيلعب وسط ملعب يعني وسط ملعب يعني 8 ولا 9 ولا 8 ولا 6 ولا 10 ولا 10 عشر. لا بلعب 7 و11 طب 7 و11 دول وينجز هم المفهوم اللي عندهم دلوقتي ان 7 و11 دول لعيبه وسط ملعب اساسا لا هم لعيبه المفهوم ده طالما وصل يبقى فيه نقص في المعلومات. فيه نقص في في المعلومات في نقص في 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 التوظيف في نقص في اني ادي أد المهمه بتاعتي كما ينبغي لأن لما أقول سبعة و11 دول وينجز على طول وينج يعني لازم يكونوا طايرين طب خليني أسألك ب... 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 بنظرتك أنت يا كابتن ماجد هل في لعيبة أنا مش عايز أذكر أسماء بس يعني عايز أتكلم على الكيس نفسها هل في لعيبة ممكن تبقى مع مدرب مطفية قوي مع مدرب تاني في نفس البوزيشن أو حتى لو تعمل لها ريبوزيشننج تغير مركزها في ملعب تلاقيه في حتة تانية خالص طبع. القصة مش قصة إمكانيات قصة لا لعمل الم... امكانيات أوه. بس كيفيه توظيف الامكانيات ديت أوه. يعني هي امكانيات اكيد هي امكانيات لازم تكون مرتبطه بالامكانيات يعني. بس انا شايف ان الامكانيات دي اوظفها في الحته دي ب... ب... يعني امكانيات عشان نوضح للناس حاجه بسيطه جدا المواصفات بتاعت اللعيب الفلاني بتاعت احمد انه عنده سرعات كويسه انه دريبلر انه بصير مم. فسرعات كويسه ودريبلر وبصير اخده جناح. مم. في واحد تاني يقول لك لا اخده من وسط الملعب. هنا هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان التمركز الـ 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 الاساسي او الـ الـ الرئيسي بتاعي هو اللي بيحدد خط مدى خطورتي انا مم. في الملعب. يعني لما احطه في وسط الملعب يبقى انا ببعده عن منطقه ال 18 بنسبه 20 30 متر. لما احطه جناح يبقى انا بقربه من منطقه ال 18 ومنطقه الخطوره بال 20 30 متر دول تمام فهنا تواجده في المكان ده يظهر ويبرز خطورته اكتر من تواجده في نص الملعب انت عارف انا قلت الكلام ده لانه في الجيل ده وفي اجيال ثانيه كتير جدا في لعيبه في فرقها كانت بتبقى منوره جدا وكنت تشوف لعيب كوره يعني تتمنى انه يجي يلبس تيشرت نادي الاهلي لما بيجي الاهلي بتحس انه لا يعني ساعات يقول لك يعني في مصطلح كده دارج يقول لك اصل الفانيلا تقيلة. تقيله اصل اللعيب ده ما يقدرش يلعب تحت الضغط اصل مستوى المنافسه هنا أه حاجه تانية. هنا وغير مستوى المنافسه هنا دي حاجه ثانيه اه دي حاجه ثانيه السبب الاخراني اللي انت اتكلمت فيه هو ده مهم جدا مم. ان هو في النادي بتاعه بيلعب بدون ضغوط ما ممكن يكون بيلعب مثلا في نادي سين ما عندهوش جماهير أي. اساسا أي. النادي بتاعه بدون جمهور واللي واحنا عندنا مشكله في الدوري بتاعنا ان تلتين الفرق تلتين اللعيبه ما عندهاش الفرق بدون مزبوط. بدون جماهيريه اكتر من تلتين كمان للاسف فانت لما تيجي تشوف حاجه زي كده اللعيب بيلعب بدون ضغوط فبيخرج كل اللي عنده لانه ما عندوش حد وراه عامل حسابه انه لو غلط بيحاسب هيحاسب فما عندوش مشكله ان نسب الغلط عنده تبقى كبيره ان نسب المخاطره عنده تبقى كبيره فنسب المخاطره كل ما كانت زادت وهو لعيب كويس تظهر قدرات ايوه انما لما يجي يتحط بقى تحت الضغط نسب المخاطره بتاعته دي هتقل بيفكر في القرار مره واثنين وثلاثه آه. هيبدا يفكر اه انا هيت... هيتعمل ايه لو غلط هيحصل ايه فدي بتبقى مشكله كبيره جدا لو هو بقى لعيب بارد وتلم ومش فارقه <applause> معاه هنا تبدا شخصيته هنا زي هنا زي هنا مش فارقه معاه. اه. في لعيبه في نوعيه كده مش كتيره بس موجوده. عنده ثقه في نفسه عاليه جدا مش فارقه معاه ده يقول ده يعيد ده يسوي انا هعمل شغل ولو تاني. ما عندوش ده ايه ممكن يعوض ده؟ يعني مدير فني ممكن يعوض ده؟ اه الشغل مع اكيد اللعيبه الثقه بتاعته كباتن, كباتن الفريق ممكن تعمل ده؟ الثقه نمره واحد ايوه ثقه الجهاز الفني في اللعيب اللي بتديها له. نمره اثنين ثقه اللعيبه اللي حواليه في اللعيب في اللعيب, اللعيب نفسه ده. انه يكونوا مقتنعين جدا بيه اه دي مهمه جدا بتحصل في اوقات انه أه طبعا بيحصل مش طبعاً. ما فيه اقتناع طبعا, طبعاً. اكيد اه ما احنا لعيبه كوره في الاخر وشايفين كل السوق وعارفين اه فلما يجي صفقه كده كان في فلان افضل كان بيحصل وجوه ملعب بيبقى ليه لا لو جول ملعب لا 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 دعوه خالص آه. خالص خالص هي بتحصل في البدايات م. كلام ان اول ما بيبدا الشغل انتهى الموضوع والراجل جوه التيم انتهى الموضوع الكل بيتعامل معاه ك تركب لنا من كم. من الاسماء اللي موجوده خط الهجوم اللي انا عارف طبعا ان كولر بكره في في نقطه فيها يعني ناحيه ايجابيه ونقطه فيها ناحيه سلبيه واحد انه بما انه جهاز فن جديد وبما انه البدايه الموسم ده بدايه طبيعيه يعني اجازه راحه سلبيه ثم فتره اعداد وجهاز فني جديد جاي تعلم مسؤوليه فبالنسبه له كل الاسماء اللي موجوده قدامه سواسيه اه طبعا مفيش حد احلى انا دعوه باللي فات انا دعوه باللي قدام عيني فبالتالي كل واحد هو اللي... مالوش دعوه بال... باللي فات بس أيوه. واخد بريف عارف وشايف ارقام أيوه. شايف مين الهداف بتاع الدوري مين اكتر حد لاعب أيوة. مين اكتر واحد عامل اسيست بياخدها في الاعتبار مين واحد عامل اكس جي طبعا لازم تقعد في لازم تقعد في, لازم تضع في الاعتبار مع ما بيحط ده في الاعتبار وهو شغال اه فبيطابق هذا الوصف او هذه الـ الـ الاحصائيات تمام. على الاداء في التمرين وعلى الشغل بتاعه اختار لي, لي الثلاثي الافضل من وجهه نظر كابتن مجدي طلبه عشان يقود هجوم الاهلي بكره في مباراه اتحاد من السيري تراهن على مين يا كابتن مجدي بكره؟ آه قبل ما نستعرض اجابات الناس. يعني اعتقد محمد شريف شريف لو طبعا مع افتراض طبعا ان هم كلهم جاهزين ان شاء الله وحالتهم البدنيه والفنيه آه تسمح شريف آه على اليمين آه على اليمين دي مشكله دي مشكله عندي في اليمين دي في النادي من فتره طويله للاسف الشديد. آه هنقول طاهر ممكن محمد طاهر لاعب طاهر يمين وفي على الشمال ممكن يبقى هو بيرسي تاو شغال؟ بيرسي تاو لا لسه لسه بيرسي تاو يعني في احتمال ان هو يبقى جاهز قبل مباراه العوده وان كان احتمال ضعيف. لكن عندك عبد القادر، عندك الشحات لا كهربا لا كهربا مش مقيد في افريقيا مش مقيد في افريقيا؟ لا عندي جديد عندي آه عبد القادر عبد القادر عبد القادر عبد القادر طيب. عبد القادر لازم اقوله كلمتين اتفضل عبد القادر لازم اقوله اشتغل زي الفتره اللي انت اشتغلتها وبديت بيها مم. ما تشعرش بان انت عملت حاجه لسه أي. يعني ما تخليش الشعور ده يدخلك كلنا بدأنا واحنا صغيرين وكلنا الناس اتكلمت علينا واحنا صغيرين مم. وانس ان احنا قعدنا نفكر في الكلام ده خد مننا من تركيزنا شويه صحيح ما تفكرش في اي حاجه ثانيه غير ان انت تشتغل على نفسك على نفسك وتشتغل الشغل اللي انت بتشت... اللي انت بسببه اشتغلت اه هو الحقيقه عبد القادر من كواليتي اللعيبه لو لو حط كل تركيزه فوق انه يشتغل على نفسه وما يقفش يعني طول الوقت بيطور بيطور وبيشتغل على النواقص اللي عنده انا شايف انه عبد القادر وبعدين لازم عنده معاه فرصه مهمه جدا ايوه الكوتش اللي معاه مارسيل كولر اه لازم يستغلوا اقصى درجات الاستغلال صحيح طيب خلينا نشوف الناس راهنت على مين في ماتش بكره ندي فرصه كده للجمهور الاهلي نشوف مساء الخير يا احمد وان شاء الله بكره نفوز انسب ثلاثه خدت هجوم سافيو وشادي وعبد القادر سافيو انت استبعدت هو يمكن معظم الكلام جاي من الراجل بتاع سافيو 10 موظفه مش جناح مش جناح لا ده انا سامعه نعم. بس هو بيلعب جناح وهداف ويمكن اكتر اهداف سجلها كان في مركز الجناح عمرو السايح سافيو شادي حسين وحسام حسن في ناس كتير برضو بتفكر توظف شادي على انه جناح برونو سافيو محمد شريف احمد عبد القادر ده محمد درغام اتوقع ان شاء الله بداية بشادي حسين وعبد القادر وحسين الشحات والتغييرات تكون سافيولا مكان الشحات آآ سافيو آآ سافيولا ده بتاع ارجنتين <applause> سافيو مكان الشحات وطاهر مكان عبد القادر وشريف مكان شادي تمام يا حسن حسن ده رأيي ده هيغير ده هيغير التلات اللي هيفرق كله اه هو غالبا نازل يكسب خمسه سته فهيدي ثلاثة <applause> الاولانيين نص الشوط الاولاني ثلاثه التانيين الشوط التاني عمار عماره بيختار شادي حسين حسام حسن وسافيو وبعتقد برضه جزء كبير من الجملة الاهلي عايز يشوف سافيو بكره وفي جزء كمان نفسه يشوف شادي احمد ابو, أبو خاشم أبو تقريبا أبو حسام حسن طاهر محمد طاهر سافيو وعبد القادر طب هو اختار اربعه يعني نختار منهم ثلاثه <applause> معنا حاجه ثانيه احمد رخا اختار سافيو كهرباء بره الحسابات خالص بكره و احمد رشا عامل زي مش عارف إن الكهرباء مش <applause> لا كهرباء خارج القائمه الافريقيه الى إيه ان يتم ان شاء الله قيدوا بقى ان شاء الله في, في يناير يناير عندنا بقى مو ميدو اختار سافيو شادي حسين وعبد القادر ودي اختيارات الناس خد بالك برضو الناس عايزه تشوف سافيو يا كابتن مجدي ما هو يعني ممكن واحد ما ممكن تكونش عايزه تشوف سافيو, سافيو ويمكن اهم صفقه في وممكن عايز ممكن الكوتش يبقى يحاسب عشان القصه دي تحديدا اه انه يحافظ عليه ويبدا يتدق ويشتغل بيه هنا م. لان الماتش اللي هنا هيبقى نسبه الهجوم بتاعته اكتر نسبه الـ 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 الشغل اللي على المرمى المنافس هيبقى اكتر من هناك ممكن يكون هناك هيحتاج اجنحه تشتغل بشكل ايجابي انما مساعدين جيدين في النواحي الدفاعيه جهي. عند خساره الكوره وارد جدا انه يبقى الصفقه اللي هو ما انا ما اعرفش هو هو ايه علاقته بالصفقه ديت هو اللي جايبه او هو اللي موصل بيه لا سافيو جه قبل قبل <applause> هنا ما انا بقول كده ليه لان دايما الكوتش اللي بيبقى جايب صفقه ومهمه بالنسبه له وعارف انه انه هيبقى اضافه ليه في بداياته خالص ما بيحبش يحرقه يحب دايما يحطه في المك في الوقت في التوقيت اللي ينور فيه اللي ينور فيه اللي يبدا ياخد في حالة كل الناس تاخد ثقه فيه على طول من الاول لان دايما عند الاوروبيين ده وهو في العالم كله عند الاوروبيين جدا معروف جدا الانطباع الاول مؤمنين به جدا الانطباع الاول يدوم اه فانا عايز الانطباع الاول اللي ياخده الجمهور عن سافيو يبقى ايجابي والله برضو في اوقات كتير جدا بحس يعني بصرف النظر عن سافيو انه لعبت الكرة يعني كان الله في عونها انه في اوقات تلاقي مدير فني مش مقتنع بلعيب خالص ومقعده على طول دكه وما بيدلوش فرصه مشاركه حتى لما بيدي له فرص عارف الفرصه المستحيله آه. انزل وريني هتعمل ايه في مباراه تقريبا مقفوله ميته او في وقت ضيق مش تلحقش تعمل فيه حاجه ويجي مدير فني تاني تلاقيه منتهى الاقتناع انه ده افضل لعيب في مركزه ده حصل يعني حصل اه اللي فاتوا كتير بس بس هنا خلينا خلينا نتفق على ان الثمانية آه التمانية من عشرة وسبعة ونص و ونص من عشرة وتسعة من عشرة ما حدش عليهم اه اللي الاختلاف بيبقى على الخمسة من عشرة ده والستة من عشرة و... اوكي آه يعني آه نختلف فيه انت تشوفه كويس انا اشوفه نص نص أنا أنا مش مش كويس خلص. انما اللي فوق السبعة من عشرة وفوق اه ما حدش بيختلف الاختلاف بما بي بس في مدربين بتكره كابتن اه طبعا في في مصر آه. في مصر المصريين احنا عندنا المشكله دي الخواجه لما ملوش دعوه الخواجه ما تفرقش معاه حاجه ما يعني ما, عندوش حته يحب ويكره مقتنع او مش مقتنع تمام اروح معاك للطريقه والتشكيل بكره يعني انت يمكن اخترته الجمهور اختاره واضح طبعا انه في رهان على سافيو على عبد القادر على كل الاسماء يمكن اتقالت يعني ومن الصعب حتى انك تسال جمهور النادي الاهلي النهارده التشكيل افضل بكره تلاقي لو سالت عشرة هتلاقي عشر تشكيلات مختلفه عن <applause> لكن لكن في النهايه الراجل برده ما عرفش يعني ايه افريقي يعني كل الاسبوع اللي فات في التحضير للمباراه من قبل حتى الفرقه ما تسافر الراجل بيذاكر فرقه الاتحاد المونستيري <applause> وبيحلل ادائها وطالب ارقامها وطالب ماتشاتها لعبوا مع الترجي عشان الدوري عندهم كان اتاجل فلعبوا مع الترجي مباراه كده اتعادل معاهم الترجي فيها واحد 1 فواضح انه راجل مذاكر لكن في النهايه بالنسبه لمدير فني سويسري اول مره بيطلع في افريقيا بالنسبه له تونس زي زيمبابوي زي جنوب افريقيا زي نيجيريا ما عندوش برضو كل التفاصيل في مباراه زي دي هل تعتقد حضرتك انه وانا بختار طريقه اللعب وانا بختار التشكيل بيبقى قرار واضح طريقتي انا وعلى الخصم او المنافس انه يتعامل مع الاسلوب اللي انا هلعبه انا فعل والمنافس رد فعل ولا بيحط في اعتباراته حاجات كتير جدا انه تلجا للعيبه اللي لعبت افريقيا تلجا لعيبة الخبره تلجا للمدير المدرب الوطني مساعد كابتن سامي قمصان الطريقه او التفكير في الطريقه والتشكيل قبل ما, ما تشوف الطريقه الانسب والتشكيل الانسب انا هنا اعتقد ان هو خد جرعه كافيه من سيد و... وسام وسام اكيد أوه. لانه زي ما انت بتقول ان هو دخل على تجربه جديده في افريقيا مش تجربه جديده كمدرب لا تجربه جديده كاجواء اكيد هيتقال له خاصه ان مباراه الفرق التونسيه مع الفرق المصريه دي ليها سبيشال كيس طبعا اكيد هيتقال له انه هو اكيد عارف الفرقه دي اول مره بتشترك في بطوله افريقيا اكيد دي هتبقى بالنسبه له شيء مش مش مهم بالنسبه له قوي اذا كان جديده او قديمه او كبيره او صغيره انما انا بعتقد ان هو هي هي زي ما قلت لك هيبقى في رتوش هتبقى بينلنا لنا من الطريقه اللي هي اللي هو عايز يشتغل بيها اكيد هو عايز يخلي التيم من وجهه الشخصيه يعني من النجاحات بتاعته اللي عملها دي كلها الا وهي لا يمكن حد يعمل النجاحات دي بدون ما يفرض اسلوبه هو جوه الملعب رجوعا اللي عملها بره رجوعا لمشوار الاهلي في افريقيا وانا هستثني افريقيا لانه افريقيا دايما كانت بيحصل فيها السيناريو ده كتير ومع مدارس كره مختلفه يعني كان دايما مثلا في السيزون الاخراني واللي قبل الاخير حتى النسختين اللي احنا فوزنا بيهم كان موسيماني على حسب كل مواجهه تلاقي الاهلي بيلعب بطريقه شكل او تشكيل شكل مره نلعب 4 3 3 مره 3 4 3 مره أربعة اتنين ثلاثة, ثلاثة واحد صح يعني مرة تلاتة خمسة اتنين مرة تلاتة خمسة اتنين فكنا بنلعب يعني بطرق مختلفة حسب طبيعة المواجهة وحسب طبيعة المنافس الأفضل للأهلي عموما يعني مش بس عشان ماتش بكرة وده اللي احنا تعودنا عليه حتى في جيلكم وجيل اللي بعد منكم والجيل اللي قبل منكم إنه الأهلي بينزل بطريقته ما هي دي تشبته. بقى النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها أه. وهي دي أكتر نقطة عملت أرجحها وعملت ان آه بالانس للعيبه جوه التيم أوه. وفي عدم في المستوى للعيبه نفسها طبعا اه طبعا ما انا هلعب النهارده 3 4 3 طب الماتش اللي جاي هلعب 3 5 2 طب الماتش اللي بعده 4 4 2 3 1 مش هي دي شخصيه الفرق الكبيره مش هي دي شخ... يعني النهارده قفشه في الطريقه دي غير الطريقه دي غير الطريقه مزبوط. دي وساعات حتى لما كان بيتغير مركز قفشه في الملعب تحس انه قفشه بره مش الم... موجود بره الماتش خالص مش موجود أي. أيوه. طيب انت كده يبقى انت ما درستش سيكولوجيه اللعيب اللي معاك في لعيب آه مرن عنده م. مرونه تحطه هنا تحطه هنا تحطه هنا نفس الاداء وفي لعيب ما عندوش المرونه دي ايوه يبقى 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 اذا انا لازم الشغل بتاعي يبقى بناء على الكواليتي اللي موجود معايا على الماتيريال اللي موجود معايا دي نمره واحد نمره اتنين التيم الكبير اللي هو النادي الاهلي اللي هو عنده 10 بطولات في افريقيا اللي هو سيد القاره ما ينفعش العب رد فعل على سين وصاد وعين ما ينفعش خاصه ان انا عندي الاسكواد اللي يخليني اشتغل باي باي شكل انا اشتغله او باي استراتيجيه انا احطها وابني عليها واشتغل واستمر فيها ما عنديش ما عنديش مشكله في في النقطه دي لا يعني الاتيام اللي بتشتغل الطرق المختلفه دي بتشتغل بناء على انه عنده نقص في الحته الفلانيه او في البوزيشن الفلاني او نقص في النواحي في جنب من الجناب فاقدر اعوضه بشكل معين بالطريقه انما لا, لا المفروض ان النادي الاهلي هو اللي يشتغل زي ما بنشوف في كل الفرق الكبيره هو اللي بيشتغل بيعمل الاستراتيجيه بتاعته بيبني الاستراتيجيه بتاعته واللي قدامه هو اللي بيشتغل عليه طالما انا في في التوقيت المناسب بتاعي ما بكلمش على اول الدوري في ماتش زي الماتش بتاع بكره زي ما قلت لك ماتش بكره ده ممكن انا اشتغله بالطريقه دي ان انا أي. عايز اعدي بس عشان اخش بعد كده في دوري الابطال بس افضل الاسلوب بتاعي وشخصيتي ونبدا نشتغل لاني انا جديد على التيم والتيم جديد عليا وداخل على على موقف ما ينفعش فيه الاسم على اثنين عشان اكمل لازم اكسب مظبوط فعشان اكسب لازم احافظ على نظافه شباكي او اطلع باكبر نتيجه ايجابيه موجوده اكسب ان شاء الله في 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 في, 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 في الملعب بره وبعدين المكسب بكره يدي أكم... دفعه معنويه للتيم كله للجهاز الفني طبعا اكيد وهو أه. على فكره هو هي النتيجه الاقرب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله أه باذن الله مش 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 موضوع تفاؤل وكلام حلو وجميل لا انما هو الاقرب النتيجة الأقرب هو إن الأهلي يكسب إن شاء الله بإذن تشكيل أمثل من وجهة نظرك لو كل اللعيبة وصل لحالة بدنية وفنية جيدة في بداية موسم، آه. الطريقة والتشكيل أمثل من وجهة نظر كابتن مجدي في ماتش زي ماتش بكرة. هو من الواضح إن هو بيشتغل أربعة ثلاثة ثلاثة. الفرق الكبيرة. ولا ضد أنت؟ الأول. لا أنا جميل جداً. مع. طبعاً. أربعة ثلاثة ثلاثة من خلي بالك. اهل التكتيك عموما من زمان الزمن في اوروبا يعني 4 3 3 دي من اسهل الطرق اللي تتعلم اللي انك تشتغل بيها للعيبه يعني للعيبه من اسهل الطرق اللي انت تقدر تشتغل بيها اللعيبه طالما توفرت فيها المقاومات بتاعتها مم. والوحدات بتاعتها لانها طريقه سهله جدا طريقة هجومية جدا، آه، طريقة بتقدر تستغل فيها في التنوع بتاعها كتير اللي تخ... اللي ما اي اي كوتش في الدنيا بيعمل تاكتيك اساسي واثنين ثلاثة جنبه احتياطيين يعني يغير بلان حسب, بلان سيناريو بلان آه، سي. حسب سيناريو المعجل. حسب سيناريو المباراة استقبلت تتع... تتع... تعدل ازاي سجلت تتعادل ازاي بالظبط فدي التنوع بتاع الأربعة ثلاثة جد... كتير واللعيبه سهله انها تتحول منه للبدائل بتاعته أي. فدي دي مهمه جدا مم. احنا عندنا اللعيبه دي اه عندنا اللعيبه دي محتاجين تاني محتاجين تاني في ان شاء الله باذن الله يكملوا في يناير عندنا المساكين آه شناوي طبعا لو بتسالني يعني على التيم اه شناوي طبعا نبتدي بشناوي الشناوي باك مين انا ما اعرفش حاله اكرم عشان مش متابع كويس اكرم كواليش. شارك ولعب الثلاث ماتشات او يعني خد في الثلاث ماتشات ان اكرم هو الاقرب انه انه يبدا بالرغم من ان هو لسه راجع من الاصابه انما ثقتي في اكرم وثقه الجمهور في اداء اكرم اكرم من اللعيبه ما بيفرقش معاه بقى كان متعور ولا ما كانش متعور ما الروح, الروح عندهم عنده عاليه هو عنده عنده روح عيله التوفيق كلها عندها أي عندها أي الناف ده, الناف ده, الناف ده ده, ده, ده. ده. آه عندنا الاثنين المساكين هيبقى في آه ياسر وايمن آه آه ياسر وايمن اه ما تبتديش بعبد المنعم ماتش بكره آه الماتش آه عبد المنعم احيانا بيتصرف تصرفات فيها ثقه زايده شويه، ده طبعي فيه مش هو مش بيعمل كده تعالي ولا لا هو ده طبعي فيه طريقه لعبه يعني اه فالماتش بتاع بكره مش مستحمل حاجه زي دي عايز البدايات بتاعتنا تبقى في تبقى سيف خالص وصريحه وسهله سيف خالص تمام تراهن على ياسر وايمن وايمن تمام وعلي وعلي معلول اه مين هينافس علي معلول في مكانه السنه دي من وجهه نظر كابتن مجدي يعني في اليمين عندنا اكرم وعندنا كريم وعندنا هاني والله انا اعتقد انه اللي هي... هينافس علي برضه هيبقى كريم هيبقى كريم آه. كريم فؤاد كريم فؤاد آه. اعتقد لانه لعيب جيد جدا وعنده قدرات عاليه رافض خليل انت مش شايفه في الحته دي انا فلس. مش شايفه باك اه مش شايفه باك لا شايفه قدام انا شايفه جناح اه ملعب جناح او ملعب وسط ملعب 8 8 اه بوكس تو بوكس اوكي آه ف... يعني دي وجهه نظري آه بس هو مبشر جدا اه لعيب جيد جدا جدا لعيب جيد جدا م -م. بداياته بتقول تمام بتقول ان قلب الملعب يا كابتن ماجد قلب الملعب عندنا في آه هيبقى موج... آه انا الاعب آه ديانج ديانج اه سته م -م. و انا كان نفسي عبد القادر يشتغل بوكس تو بوكس ثمانيه اه بدني يقدر يعمل ده؟ اه طبعا يقدر يعمل اه طبعا اه طبعا يقدر يشتغل دي وهو خطورته كلها وهو لان عبد القادر دريبلر كويس جدا جدا دريبلر بتاع دريبلر كويس جدا وعنده فيجن يعني لياقته تسمح له بالبوكس تو بوكس؟ اه طبعا تسمح له اه يعني. طبعا طالما بيشتغل جناح اه يقدر يشتغل بوكس تو بوكس يقدر يشتغل بوكس اه طبعا يقدر يشتغل بوكس تو بوكس فهتبقى عندك ديانج قلنا و خليني اقول اللي انا عايزه دلوقتي تمام وعبد القادر تمام و قدامهم و... لا ما ثلاثه ثلاثه آ... على لاين واحد لا مش لاين واحد مال. هيبقى ديانج ثلاثه آ... سته وثمانيتين تمام ديانج و... وعبد القادر وعبد القادر وعمرو السليم وعمر آه قدام هيبقى عندنا في آه انا قلت شريف راس حربه واشغل آه آه حسام حسن آه. شريف او حسام الاثنين واحد هنا واحد هنا في الجنب الجناب والناحيه الثانيه آه طهر محمد طاهر محمد طاهر وما تخاطرش بكره ببرونو سابي لا ما خاطرش بيه مش اول ماتش العبه بره ما دي وجهه نظر دور كباتن النادي الاهلي في المباراه دي او في التوقيت ده واحنا في بدايه موسم واحنا بنبتدي الموسم بدوري الابطال ربيعه شناوي سليه ده ده دور هم يعني هم دلوقتي يعني ما ينفعش انا اقول لهم في حاجه ليه آه. لانه هم زي ما بتقول شربوا كويس جدا من اللي قبليهم واللي قبل واللي قبل يعني ده دور معروف جدا 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 لاي واحد قديم في النادي الاهلي م. وخلي بالك مش بالضروره تكون انت شايل الشاره عشان يبقى ليك دور جوه التيم. انا ما كنتش ما كنتش كابتن تيم بس كان ليا دور جوه التيم. فالمهم يكون عندك خبرات ومقبول من اللعيبه حواليك وتقدر تتواصل معاهم بشكل ايجابي وجيد وتقدر توصل لهم اللي انت عايزه هم يكونوا قابلين ده, ده منه منه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تكون بدايه موفقه لموسم ناجح وانا بيتهيالي انه بكره الاهلي مطالب به غير انه يحقق نتيجه ايجابيه انه يبعت رساله واحد لطمانه جماهيره اثنين لكل المنافسين ليه على المستوى المحلي او على مستوى القاري انه الاهلي قادم وعائد بقوه لمستواه نورت الدنيا وشرفتنا في السادسه يا كابتن مجدي الناس بيك دايما ونتمنى ما تغيبش علينا ان شاء الله ربنا يخليك بشكر حضراتكم على المتابعه بكره ان شاء الله نتابع وكل التوفيق دعواتنا طبعا ربنا يكرم لاعبتنا ان شاء الله كلنا ثقه فيهم ويوم الاثنين ان شاء الله هنفرد كلام لحاجات كثيره جدا كانت شغله جماهير النادي الاهلي قبل ما نستعد لمواجهه العوده اللي هتكون يوم السبت القادم بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل على كل خير دايما في السادسه